أكد الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا أن أفضل وسيلة للتصدي للفيروس وخفض معدلات الانتشار هو الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية، مع أهمية إقبال الجميع على التطعيم ووقف التجمعات بالمنازل والمساكن، منوها بأن الالتزام بالإجراءات ليس خيارا من بين خيارات متعددة، بل هو واجب وطني ومسؤولية يجب أن يتحلى بها الجميع بما يحافظ على صحة أسرهم ومجتمعهم ووطنهم لعودة أعداد الحالات القائمة للمعدلات الآمنة والحفاظ على صحة وسلامة كافة المواطنين والمقيمين. هذا وأكدت الدكتورة نجاة محمد أبو الفتح مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة، أكدت خلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية واجب وطني، مشيرة إلى أن 91% من حالات المخالطين كانت بسبب التجمعات في المنازل. إن الالتزام بالإجراءات هو واجب وطني مثل ما قلتي من أجل المحافظة على صحة وسلامة كافة المواطنين والمقيمين، ونشدد على ضرورة تجنب التجمعات بكافة أنواعها، حيث كشفت آلية تتبع أثر المخالطين أن التجمعات هي من أبرز أسباب انتقال العدوى في المجتمع البحريني، وبيانات تتبع المخالطين أظهرت أن 91% من المخالطين كان بسبب التجمعات في المنازل والمساكن. فنحن هنا نؤكد على ضرورة الالتزام بكافة التعليمات الصادرة من الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا والجهات المعنية للحد من انتشار الفيروس والابتعاد عن التجمعات واختصارها على الأسرة الواحدة في المنزل. نعم. مواصلة الالتزام بمعايير التباعد الاجتماعي، لبس الكمامات خارج المنزل في كل الأماكن والأوقات، إلى جانب لبس الكمامات في نطاق الأسرة الواحدة عند مقابلة أفرادها ممن لديهم أمراض وظروف صحية كامنة. نعم. أو كبار السن المعرضين أكثر للخطر. وكما نؤكد على أهمية المبادرة بأخذ التطعيم، ونحن كلنا ثقة بأننا قادرون إن شاء الله على تجاوز هذه الجائحة عن طريق تكاتف ووعي جميع أفراد المجتمع، ونتمنى من الله الصحة والسلامة للجميع.